قل لك لازم دروس الدعم. ماذا دروس الدعم؟ ديكور. تقول لك ندعموه باش يدي النتيجة، صح؟ المؤمن ربي شرع عليه واحد الوسائل يدعم بها روحه حتى يثبت على الدين. انت ضعيف منا وضعيف منا وضعيف منا وضعيف منا وضعيف، الضعف اللي فيك هذا دار لنا ربي واحد الوسائل نتقوى، نقوي ايماننا. بالمناسبه نقطه واحده اخرى، انا ولا ما نطلق حاجه اللي غير اللي نستحضرها نهضرها، شنو عايش انا معاكم. دروس الدعم ليكور، ليكور الاسره التربويه ماشي كاع الاساتذه ابدا ابدا ابدا. الاستاذ الرسالي، الاستاذ الرسالي استاذ، استاذ المبادئ، استاذ المواقف، الاستاذ الوطني الحر، الاستاذ المؤمن، استاذ نتاع المسؤوليه، هذا اننا نثمن فيك مواقفك ومبادئك واخلاصك لدينك، نثمن فيك هذا. لكن الجانب الاخر هو اللي راه طاغي الان، يشكي يبعث رساله يقول له ما نقدرش نقريهم في قسم في 45، ما نقدرش بزاف عليا. هو هذاك الاستاذ يلمهم في الكراج هنا تحت في 80 يقريهم، في المدرسه رساله للمدير القسم فيه اكتظاظ وما نقدرش نقريهم بزاف 40 تلميذ بزاف، وين نروح بهم انا؟ هو يخرج على الربعه يجي يقريهم في الكراج تحت الباطنه في دروس الدعم. تعرف شحال هما مثلا 80 واحد وين؟ ماشي في قسم، قسم تحت الاقبيه لي كاف، شويه بانتوره شويه كراسة، الحصة ب 200 وحصة ب 400 وحصة بذا وحصة بذا، وجد دروس الدعم. والمدرسة الأولى، المدرسة الأولى نتاعنا احنا ما قريناش بالدعم، قرينا بطريقة عادية ومش حتى الناس هم شهاداتهم وهذا هم شهاداتهم وهذا هم شهاداتهم. الحمد لله رب العالمين. دروس الدعم تجارية بحتة، تحت العمارة يحشرنا هاك، يحشرنا ذكورا وإناثا، يحشرنا يحشرنا هكذا. والإقبال، الإقبال ياسر. علاش الناس يقول لك ولادنا والمستقبل ولازم نصرفوا عليهم ولازم خلص خلص، والوقت والوقت وقتاش؟ بالليل نقراو بالليل، والجمعة نقراو، والسبت نقراو، ويجوا ولادنا ونجيبوهم نجيبوهم. هاو كي تجي طالعة من هنا على الحي اللي من هنا يقرا، كي تجي طالعة منا يقرا. والشروط، الشروط ما تمش متوفرة، القاعات يعني من ناحية ما عرفش نعبر خلني التعبير، من ناحية القانونية ومن ناحية التهوية ومن ناحية النوافذ ومن ناحية الأبواب جوز لم يقرأ. يخي قلت لنا البارح بالزاف 40 في القسم، يقول لك حاكم 80 واحد وتسلك عليهم الكل نوز الدعم. وكي يديروا الدعم هاي المستويات هاي تتكركر في الأرض اللي ربي يفتح عليه.